إذن غادي نبداو على بركة الله بتحية الإسلام اللي هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا اليوم هو موضوع كيف تغرس الثقة في نفس الطفلة. إذن الطفل هو اللي باقي، إحنا عندنا بعض الأحيان الطفل ما كنعطيهوش القيمة، يعني كيبقى عيل صغير، هذاك غا عيل، هذاك غا برهوش، هذاك غا دري، بعض المصطلحات الشعبية اللي كنطلقوها إحنا على الطفل. والطفل هو كل شيء، هو اساس، يعني هو بناء لبنه يعني المجتمع. الطفل اللي ربيناه على تربيه مزيانه وتربيه صحيحه وسليمه فنكونوا يعني غيمر يعني بواحد المراهقه اللي هي سهله، سمحوا لي. وفي نفس الوقت هذا الطفل هذا غادي يصبح طفل اليوم هو رجل الغد. نعم، اليوم كنشوفوا حنا بزاف المشاكل اللي الامهات فقدوا يعني الكنترول، فقدوا يعني المراقبه والكنترول على وليداتهم الصغار، يعني هذا الشيء كيكونوا باقي ما دخلوش نسن يعني المراهقه، يعني الصعوبه كيجبروها معاهم هما باقيين صغارين، الوليدات باقيين صغارين. نعم، الشيء مهم اللي خصنا نردوا له البال وهو الولاده المتكرره عن مده قصيره بين طفل وطفل. كاين بعض النساء اللي كتولد هذا العام والعام اللي موراه كتعاود الولد، 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 كتبقى ماشا وهي كتولد ما عندهاش المشكل. هي ما عندهاش المشكل في الاعتقاد ديالها، ولكن هنا يعني سيدتي العزيزه، هذاك الطفل الاول راه عملتي له زلق، هذاك الطفل اللي عنده 5 سنين راه عملتي له زلق، راه ملي كيبغي ينوض يلعب كتقول له جلس الشارف خلي خواتك يلعبوا. الطفل هو عاد عنده 5 سنين، نتينا هو ماشي شارف، انت بقيتي غير كدولد كطلق. سمحوا لي انا كنهضر مع اي وحده عملت هذه الطريقه هذه دل ولده وتعاملت بهذا الاسلوب هذا مع ولادها، كدولد من مربعطوم، الولده الاخريه مثلا عندها عاد شهرين ولا 3 شهور، الكبير عنده 5 سنين كيبدا يلعب كينوض باش يلعب كتقول له انتينا الشرف خلي خواتك، كيلعب مع خواتو كتقول له الشرف عطين خواتك. سمعت شي خوات كتجي ديريكت عندك الكبير كتضربو على راسو، علاش؟ علاش؟ لان في النظر ديالك بانه كبر، او انتينا عندك غلط في المفهوم بان هذاك باقي طفل وهو عنده حق يلعب الى ان يخرج من الطفوله ديالو. راك كتحرمو من الطفوله ديالو، كتحرمو يعني كتملو العقده، بعدا كدك له عقده في النفس ديالو، عدم الثقه في النفس ديالو، وفي نفس الوقت كتخلق الحسد والحقد بينه وبين خواته، غيحقد على خواته، يعني الا حتى يكبر في السن ديالو ما غتبقاش العلاقه ديالو بينه وبين خواته جميله. يعني تشوف شحال المشاكل كتغرسهم في ديك الولد بلا ما تشعر. علاش؟ لان انتينا عامله الكانه ديالك، تينا عامله الكانه ديالك، لان انت كتولد دابا صعب، ما عرفناش علاش كتولد البلعه الولده، وما عرفاش حتى تتعامل يعني يعني منين يكونوا العيال كيغوتوا ولا كيلعبوا كيفاش غادي توجه لهم الخطاب، يعني ان اللعب كيكون بالهدوء، وكتقسم لهم يعني الا كانت كوره ولا شي حاجه هاك انتين هاك انتين هاك انتين، ولا كتعمل من مور يدك وكتقول شكون يعني غتعليها في السماء واللي جات فيه غادي يهزها، سواء كان صغير سواء كان كبير سواء كان متوسط. وهذا راه مشكل كبير عندنا في المجتمع العربي، البنيته ولا الولد ملي كيكبروا هما الاولين هذاك هو اللي كنرفدوا حنا عليه، كنرفدوا عليه الضغط، كنزلوا عليه الشواري، هيدا بالعربيه ديالنا كنزلوا عليه الشواري وكنطلعوا حتى حنا وكنجلسوا فوق داك الشواري. هذا هي الهمزه اللي عندنا حنا في المجتمع ديالنا العربي، هذا المجتمع، عدد المجتمع اللي طايح ناقص، كتشوفوا من بعد كتقول يا ربي السلام على امه هذه وعلى الناس هذوم، كيفاش كيفكروا كيفاش كيتعاملوا مع واحد الطفل اللي باقي عاد عنده 5 سنين ولا عنده 6 سنين. اذا حنتينا عندك 5 الوليدات، هذاك الطفل اللي عنده 5 سنين باقي خصو يلعب، ولا عمل 6 سنين باقي خصو يلعب، ولا عمل 7 سنين باقي خصو يلعب، ولا عمل 8 سنين راه باقي خصو يلعب، والاسم ديالو شنو ذبحتي عليه؟ سيدتي الفاضلة شنو ذبحتي على ذاك الولد؟ ذبحتي عليه مصطفى فناديه بسي مصطفى، وليدي مصطفى، ذبحتي عليه محمد عيط له بسي محمد، ومحمد راه كيتسيد، محمد في الحقيقة جميع الأسماء كيتسيدوا ولكن محمد أكثر. لأن النبي ديالنا الاسم ديالو محمد من باب الادب ومن باب الاخلاق كسنه، فمحمد دائما خصو يمشي بالسيد محمد، يعني سيد. اللي انت كأم ما كتعرفش يعني كتنادي على ولادك، يعني كتنادي على ولد عنده 16 عنده 6 سنين كتعيط له الشارف. واش هذا الراس عندك انتينا راس يعني كيخدم مزيان ولا انتينا غير كتهرطق؟ واش عندك راس كيخدم مزيان ولا كتهرطق؟ هنا انتينا كتغرس الحقد بين الخوت مع بعضهم، انت هنا كتهرس له الثقه في النفس ديالو، انت هنا كتعطيه واحد الاسم اللي هو كتعقدو منه، كتعقدو من الاسم يعني دشارف، يعني الا غا شي واحد تملق معاه يعني بالشارف فهو غادي يحس بالنقص. يقول فعلا هاد الكلمه هادي صحيحه، راه الام ديالي كانت كتناديني بها، وفعلا داك الولد غيشرف دغيا، داك الولد غيشرف دغيا مسكين،
وباش غيشرف غير الهموم والمشاكل وغيكون ضحيه في المجتمع. ومن السبب؟ انت السبب، ام الفاشله بحالك. حنا عينا نهضروا بان اللسان ديالنا خصنا نحفظوه، وللاسف الشديد قليل اللي كيحافظ على اللسان ديالو مع الاطفال، ماشي غير مع الاطفال، مع نفسنا نيت، مع الازواج ديالنا، مع الجيران، مع الحباب، مع علاقات اجتماعيه، خاصها تكون علاقه يعني علاقه يعني مزدهره بالكلم، بالكلام اللي هو رقي، بالرقي، ماشي بالكلام اللي هو ساقط، نتلامزوا بالالقاب ونتلامزوا يعني بالاسماء الحيوانات والى ما غير ذلك. انا هذه عطيت غير مثال بسيط. اما النعل والطعن، كاين امهات انا سمعت بودني كيسبوا في الدين. واش هذه ام؟ هذه واش هذه ام؟ الام كتسب الولد باقي صغير في الدين، الله ينعل كذا وكذا 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 وكذا. انا ما غادي نقول لهم شي هنا، انا سمعتهم بودني انا هاد الكلمات هادو، بقيت غير كنشوف. ما عرفت امراه، ما عرفت راجل، ما عرفت شي جنس اخر، شي جنس رابع ولا خامس غير موجود. اذا من بين النقط اللي خصنا نركزوا عليهم هو اننا يعني منين يكونوا عندنا الوليدات بزاف خصنا نحاولوا نركزوا بان الاطفال كيبقاو اطفال، لا نفرق بين الاعمار بيناتهم، او لا نتهم يعني نوصلوهم بالخطابات او لا باصوات او لا بكلام او لا باسماء اللي هي غير الاسماء ديالو. انت ذبحتي عليه وعملتي له السبع وما يعني علاش ذبحتي؟ علاش ذبحتي؟ ذبحتي على واحد الاسم، دخلتي في الحاله المدنيه بواحد الاسم، ورقة واحد شويه الله يحليك، ارقى واحد شويه، ويعني خلي الاسم اللي عطيتيه. ما حنا ما كنطلبوا منك والو، حنا كنطلبوا منك الاسم ديال ولدك اللي حطيتيه له، وبيعيط له، نادي عليه بالاسم ديالو. اذا هذه النقطه من بين النقط الاولى. النقطه الثانيه وهو ان الكبير، هذاك الوليد اللي كبر في السن على خواته الصغارين، هذا هو خصو يرفد، هو خصو ينزل، هو خصو يديه، هو خصو يجمع، هو خصو يصبن، هو خصو سواء كان تبت سواء كان ولد. غرفدوا عليه الثقال، نوض جيب مخك، نوض عمل مخك، ارفد خك، شبر خك، نزل مخك، غنمشي نتسخر كنزل له ديك ثلاثه العيال ونمشي. هو عنده 5 سنين 6 سنين. واش الطفل كيحدي الطفل؟ انا لي سؤالي لك عليها. ملي كيكبروا هاد الاباء كيهربوا، واخا كيعملوا ولادهم كيهربوا، لان شققتوا لهم راسهم. هو كان طفل وهو كيربي في الاطفال، يعني واش غادي تنوضوا ولا ما غادي تنوضوش؟ انا الام اللي ماشي واعيه ما خصهاش تولد بعدا اصلا. الام اللي ماشي واعيه راه ماشي من حقها تولد، لان علاش؟ نهار اللي كتولد فهي كتجيب لنا واحد الكارثه في الكون، كتنزل لنا اللي غناديو بديك الكارثه اللي غتنزل انتين، هذيك عاله غادي تخليها على نفسها، وفي نفس الوقت غتادينا حد اخر، لان فين لاباز؟ ما كاينش لاباز. اذا مشى للحانوت غتخلي داك الولد 6 سنين مع خواته بربعه، مشى للحمام اللي غادي تبقى فيه ساعه الماء غنبقى تهاود وتطلق لي هيدا في الحمام، وتجي المراه تحك لك ولا ما عجبكش ديالكم داك المصيبه ديالكم داك الفضيحه، فضيحه الفضيحه والله الا الفضيحه. خلي ولدك، خلي ولدك عنده 6 سنين 7 سنين او 8 سنين كيحدي 4 5 د الوليدات، باي حق هذا؟ باي حق هذا؟ راجلك يجي يجلس معاهم وانت تمشي للحمام من حقك، ولكن خص واحد الادولت اللي هو كبير يجي يجلس معاهم. ما عمره كان الطفل كيحدي الطفل. هنا ملي كيكبر الولد وكيتزوج ما غيقومش بالتربيه، غادي يضيق. كاين بعض الاباء، كاين عندنا واحد المشكل في المجتمع، ملي كينزاد لهم الاولاد وكيسمعوا الغوات كيقولوا للمراه ما بغيناش الصداع، ديه لهيه. هي ما كتفهمش، كتقول واه بنو ما بغاش، ايه بنو ما بغاش، لانه هو طلع له صداع ملي كان صغير مسكين، الراس ديالو تشقر له، دابا كتعاود له ديك الصوره كتحضر معاه، صافي كيتنربى. كاين بعض الاباء كيزادوا لهم الاطفال باقي صغارين، كينوضوا من البيت ديال النحاس كيمشيو لبيت اخر. النساء عندهم مشاكل وما عارفينش كيفاش يهندلوا ستيشن، يعني علاش قلت لكم انا المراه اللي ما واعياش في الاحسن ما دولتش. المراه اللي ما واعياش راه كارثه في الارض، خصوصا غير من ناحيه ديال التربيه ديال الاطفال. حنا ما كنهضروش على شي حاجه بعيده، غير التربيه ولا باس، فهمتوا؟ اذا حنا خارجين شي مطاع او ماشي شي مطاع، ما كنخليوش الطفل عنده 6 سنين 7 سنين 8 سنين يحدينا حنا الكيبو ديال الفوتبول صغير.
هذوك الاولاد تقدر تشعل العافيه في الدار، تقدر مجموعه من الاشياء، وكيبقى اصلا طفل وليس لديه الحق في رعايه الاطفال، شؤون الاطفال. هو كذلك طفل، هو كذلك طفل، ما تحرموش من الطفوله ديالو. الله يخليك، خلي الوليد يلعب، خليه يتعلم. هذيك هي الفتره، ديك الطفوله هي احسن اجمل مرحله في الحياه ديال الانسان. كتحرموا من ادب منا والله الا انتم زعما قسما بالله من اخطر الشعوب اللي شفت على الكون. هذيك اللي لقات اختي كديري اللايف مع الطاش، دخلت عندي سرد نعاس، سرد نعاس، سير بحال نعاس. Nobody ask you to come over here, go to sleep. عويلي كنعمل اللايف منين كنكمل شغلي؟ واش انا غنخلي انا شغلي ونخلي الفلوس ونخلي الخدمه ونخلي البيع ونخلي الشراء ونخلي المختبر فكنخدم ونخلي الناس ونخلي كلشي يجي عندك انت هنا ولا؟ هادشي راه كنعملو بمجان وكنوعي به الناس في سبيل الله، وعاد منفك كتطلب لي انت هنا الوقت اللي خصك ندخل فيه. ولا لا انا ما خدامش معاك بالكونترا فيك النعاس ولا ولا سرد نعاس وفي الصباح نتشوفو. والله ما كتحشموا قسما بالله، ما فيكم ادب، ما فيكم اخلاق. شو دابا داخله ما تقول لا سلام لا كلام لا الاخت حنان ولا حتى حاجه، داخله كتعمل لايف مع الطاغ. غنعملو في وقت ماشي نكمل انا الشغل ديالي، عندي وليداتي خصني حتى نعسهم ونطمئن عليهم ونشوف لي زيكسيرسيس ديالهم ونشوف الا عندهم شي سؤال ولا محتاجين المساعده ونهضر معاهم نشوفهم كيف كملوا اليوم، عاد نطلع من عندك انت. عندي اولويات هي الاوليه، عاد نجي عندك انت. وهذه هي الساعه اللي كطلقني، وما طلقتنيش ما نطلعش باش ما نكون عندك لا معطله ولا بكري. الله يخليك، خليني نكمل مع الناس. الله يجازيك بخير. بلا ما تبقاو تبرسطوا عباد الله، كنعي نقول لكم بعدوا مني. هابلو انجليز بوركي مي دا لا غانا، هابلو انجليز بوركي لا لينغوا كي مي انتريسا دي هابلارلا، بوركي بارا مي الريستو مي تراي سين كويداو. ¿Vale? Por eso hablo inglés. Y ahora te contesto en el castellano para que te puedas enterar. ¿Entiendes? Y lo hablo porque me gusta. Y la única idioma que me gusta. Y ya está. No me interesa hablar otro. Otro idioma. Safia Sofía, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? يعني حنا كنقولوا للناس اللي والدين ثلاثة أربعة يحاولوا على الطفل اللي عندهم أكبر سنا، يحاولوا عليه ما يعقدوش داك الطفل. وهذاك الطفل أولا غنى كيبداو ينزادوا بزاف د الأطفال، فكيحس بحال أن المرتبة ديالو د الحنان وكل شيء تبعدت من الأم والأب. وفعلا يعني ما كيبقالوش الوقت بزاف د الحوايج، هو يعني في أشد مس يعني حاجة للرعاية من الأم ومن الأب. للاسف الشديد يعني ملي كيجيو الاطفال مور بعطيتهم فهنا كيقوى الشغل، كيقوى بزاف الحاجات كتجبر الام. المشكل العويص اللي كنشوفه هي الام عند الطفل عنده شهر كتقيل به في يده، كتشوف فيه وتهضر معاه، حلي له في شعره وتنقي له راسه هيدا وتهبط له. قسما بالله الا نتوما خصكم الهراوه، والله الا خصكم الهراوه. جالسه في الطفل عنده شهرين هيدا في يده جالسه به نهار كامل، تزولو داك الشعي هذا اللي هنا القشره اللي فوق عينه، تحاديلو هنا تشوفو في الضفرين ديال يدو بحال زعما مسكينه اول مره والده كتشوف فيه. وهذاك الكبير راه فينا جالس كيتشوف فيها، هذاك اللي عنده راه فينا جالسه كتشوف فيها، حتى كاملين كيتشوفوا فيها، لان محتاجين داك الرعايه اللي كتعطيه. هذاك الصغير نزلو، هذاك ما محتاج حتى شي حاجه، هذاك حطو راه فينا ينعس، هذاك ما محتاج لوالو. نط عند ولادك اللي بداو كيعرفوا كيفهموا كيشوفوا، هذوك هما اللي خصهم الحنان والرعايه. هذوك وي دي تشولا بيرو تي باس لا بوارتا مينغا اديوس. هادوك خصك تنض تشوف معاهم، تفلي لهم راسهم، تقوز لهم على راسهم، تحاول تشارك معاهم في العاب، تهضر معاهم، تكلم عليهم. هذا شهرين هذا فقط كيطلب الرضاعه وكيطلب تغيير الملابس فقط، الا تفزك ولا شي حاجه. هذا اللي عامله هنا جالسه هنا فيه مسكينه بحال كتحلم، كتحلم بالراس الفارغ. منين كيكون الراس الفارغ فهنا الشياطين كيبداو يدوروا بينا، والله الا الشيطان كيفتش على صحاب الريوس الخويين، ما كيتفرقش معاهم، كيهدمهم مره واحده. لان الشيطان ما كيمشيش، ما يقدرش يمشي مع النور ومع العلم، الشيطان كيمشي الطاقه السلبيه اللي هو الفراغ والجهل. وكتقيل هي هيدا، كتشوف في الكوير عد العيل، كتشوف له في اليديدات ديالو، كتشوف له في هذا، وتقلبو دابا ساعه وتطلع عليه دابا ساعه، كيجي العيل بعد كيجي لك الصغيور دابا اللي باقي عاد صغيور ان شاء الله بدا كيحبوب وقف زعما باش يبوس. اه
يشدو الزيز ويرغى يقطع له راسو. اوعدي خلعتي العايل شي هيداك، بالعكس قرب له العايل، حاول يخليوه يشب رمتي، نعمل يدك من تحت. خاص تكون واحد العلاقه اجتماعيه داخل البيت، هاد الطرق اللي كدعملوا مع ولادكم بهذا الشكل هذا، يعني هنا كدعملوا الحقد والكراهيه عليها. الخوت كيطلعوا الاغلبيه ديالهم عندهم يعني نظرات غير يعني متوازنه ومتوازيه داخل الاسره. علاش؟ لان انت الام، انت السبب، لان هذاك الصغير مسكين باقي صغير، هذاك طق 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 بعد كيهن، بعد كنعملوا ليه دفعات وقلباتو. اما ذاك الكبير مسكين ما يقدرش يقرب، ذاك الكبير جلس انت عزون، جلس انت عزون، امشي جيب الماء اللي قلت لك عزون، الزينة الشارف قلت لك الشارف. قسما بالله الا نطلب انا الدوله نمشي نجلس في الخيريه، نعيش في الخيريه ونعيش مع هذه الام فحال هذه، قسما بالله العلي العظيم، مع من هاد الاطفال عايشين؟ هاد الاطفال مع من عايشين؟ والله الا كيحرقني الحال انا من الداخل ديالي، والله الا ملي كنشوف حالات قسما بالله هكذا، كنشوف عربيه كتعمل هكذا كنوقف ونهضر معاها، كنقول لها اختي الله يهديك غير شويه غير بالعقل على الطفل. راه هو كيعصبو، كنقول لها فعلا كيعصبو، راهي تضحيه، راه ماشي قال لك الجنه تحت اقدام الامهات هكذا، يعني بهذا الخربق ديالك وبهذا الشيء، الجنه تحت، لان خصك نصار وخصك تضحي، خصك تعمل العدل بيناتهم، خصك يعني احنا ماشي مشكل ولات 10، ولكن خصك تعرف الطريقه اللي خصك تتبعها مع تربيه الاولاد باش ما تخلقش بيناتهم الحزازيه، ما تخلقش بيناتهم المشاكل. ها ايوا انتينا الحبيبه ديالي ملي كيصبح الصباح وانتينا جالسه لي بدك السيتو في يدك، عنده شهر ونص شهرين حتى العين العينين ديالو باقي باقي ما كيفتحهمش، وانتينا جالسه كتلعب له في راسو كتلعب له في هذا، ما فهمتش. ولا شي واحد فيهم قرب كدفعوا ليه، الحلمة جاتنا عندي مرحبا اختي على الراس والعين فوق الراس، اهلا وسهلا فيك ما بغيتي، اصحاب الخير واصحاب مرحبا بك. فهمتوا هادو نقط اللي النساء خصهم ينتبهوا عليها. فحنا الطفل الصغير كنحاولوا نعطيو له الرضاعه ديالو ونبدلوا له نغيروا له الملابس، هذا ما كيعنيش حنا ما كنبغوش الطفل الصغير، لان ما كيشوف ما كي يعني ما كيفهمش، هذاك باقي ما محتاجش يعني ما كيدي ما كيجيب. اذا نعطي داك الوقت، نحاول نبقى بالوقت ديالي مع هذوك اللي كبيبران شويوش، نبقى مع هذوك اللي كبابرين، نعمر معاهم الوقت، نعمل معاهم تمارين، نلعب معاهم، نعمل معاهم مواضيع، نخرجهم، نضحك معاهم، اي حاجه نجري معاهم. يعني ماشي معناته انك انت بقيتي تعملي يلاه 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 تلقى واحد من مور واحد ونحرموا حنا هذاك مول 6 سنين ومول 5 سنين ومول 4 سنين ومول 3 سنين ومول عامين. فهمتي؟ يعني هادو نقط للمراه خاصها ترد عليهم البال. اذا غنزيدوا على النقطه الثانيه، شي دعوه الله يفتح، الله يرزقك من غير لا تحتسبي ان شاء الله. اذا كذلك هنا لازم علينا باش نغرسوا الثقه في الاولاد ديالنا، لازم نبينوا لهم الحب ديالنا ليهم، اللي الاباء مستحيل يقول لابنه عزيز عليا ولا قرة العين ديالي ولا الحبيب ديالي ولا العزيز ديالي، كيعرف يقول الحبيب ديالي غير العاشقه في الزنقه، الخليله في الزنقه كيقولها له. اما نولادو يعني الاقليه اللي كيتعاملوا مع ولادهم بالحنيه وبالطيبوبه وبالكلام وبالكلام اللي هو كلام يعني لين، وبالكلام اللي هو كيريح النفسيه ديال الطفل. اذا هنا الاباء لازم عليهم يتمرنوا، الا ما كانتش عندهم في القاعده ديالهم وفي العقل ديالهم هذه الافكار هذه، فيحاولوا كل نهار يتدربوا على كلمه. حتى الانبياء جاوا في القران كيقول يا بني، كينادي على الوليد يا بني، ما كيعيطلوش العزون، عزون عرفتوا شنو عزون؟ عزون كانوا كيقولوها اليهود الشوارف، هو عزون وحنا كنقولوا شوارف، هو هذاك نفس الانبياء خطبوا الاولاد ديالهم بيا بني، والاولاد خطبوا الان في القصص الانبياء يا ابتا ولا يا ابتي، ما خطبوهمش يعني بالكلام اللي هو احنا اللي كنخطبوا به حنايا الوليدات ديالنا. اذا باش نزرعوا الثقه في النفس في الاولاد ديالنا، لازم علينا نناديوهم شيء مهم على الاسم تركزوا عليه. مشي دابا ندرع بنتي واخا نعست، نعم رد بالك راه نعسه، العقل الباطن ديالها راه حي يسجل كل ما يدور على هذا، فهي كتستقبل يعني ديك القبله او لا ديك الهاك ديك التدريعه اللي غدرع بنتك ولا اي حاجه، لان كتستقبلها وكتحس بها. عزون
والله لا عزون ما كاين غير عزون الفوق عزون هيدا ما كاين غير عزون هادوم كلمات ما عرفتش انا واش لقطهم من الاستعمار واش ما عرفتش اللي عطاها له ما دور مورا هادوم ناس يعني هاد الكلمات هادوم كنستعملهم كنسمعوهم يعني انا ماشي كنجيب شي حاجه من راسي انا ماشي كنجيب شي حاجه من راسي انا كنقول الواقع ديالنا المؤسف اللي كنشوف بزاف انا في المواضيع وفي داكشي كيهدكوا على الاكل على التغذيه وعلى هذا ولكن على الاخلاق حتى واحد ما كيغوت على الاخلاق وعلى الكلام الطيب يعني التغذيه صافي دابا العالم كامل عرفش شنو خصو ياكل خصو يبعد من اللحوم وخصو يبعد من مشتقات الحليب وخصو يبعد من داكشي حطوه الناس تقريبا ولكن التربيه اللي خصنا نركزوا ونشجعوها جزاهم الله الف خير عنا ولكن التربيه خصها تعزز يعني ماشي من واحد الطرف ولا من جوج يعني خص يكونوا مواضيع بكثره باش الناس تستقطب يعني الافكار اللي هي كيفاش ننمو الثقه ونعزو الثقه بالنفس من وليداتنا. اذا قلنا الممارسات اللي خصنا نعملوها مع ولادنا وهو الكلام الطيب الكلام اللين حنا قلنا كذلك كاين صور قرانيه يعني في القصص الانبياء فهما دائما ندوا على الابناء ديالهم يا بني ولو قصص يعني عندنا كثيره يعني سبحان الله حتى الاب يوسف نهار اللي مشى عنده باش منين كان رجع وزير في مصر في على الخزينه وعلى كل الاشياء فهو خروا يعني ساجدين على الرجلين ديال بنوم يعني هذاك هو الحلم اللي كان كيقول يوسف عاود للاب ديالو قال له يا دي راحني شفت القمر ويعني والنجوم يعني سجدي لي وداك الشيء قال له كتم السر ديالك ناض الحرب بينه وبين خواته اللي طيحوها في البير ولكن ملي مشاو الاباء باش تشوف يعني الاب الحقيقي اللي الحب يعني تشوف سبحان الله كم انسان هو كينتظر يرجع له يوسف ورغم فقد الطفل الثاني الولد الثاني اللي كان يوسف عمل ديك الحيله باش يخلي ديك خاه معاه حتى باش يجيبوا الاب ديالهم ورغم ذلك هكذاك قال بقى يعني ديك الاب مشبت انه غادي يجبر شوف الناس كيف كانوا كيبغيو ولادهم بواحد الطريقه اللي هي القران يعني كيبين يعني كيفاش خصنا نتعاملوا مع ولادنا وداك الشيء لان التربيه منها كتكون مبنيه على الحب الحب الخالص فهذاك الطفل كتكون عنده واحد الثقه كبيره في نفسه ما يقدر حتى واحد في الصنقه يزعزع له المشاعر ديالو كيضحك على العالم ضحك على العالم في دقيقه في دقيقتين ما يهمو حتى واحد ولو يكون كما كان فهمتوا لان علاش المصدر ديال الحب الاول اللي كيحتاجه الطفل من الاب والام ومن كيشوف العدل داخل البيت بينه وبين خواته لا ظلم لا ظالم ولا مظلوم حنا الطفل كيطلع البنيه ديالو والخلايا ديالو والتركيبه ديالو كتطلع متوازنه وتايق في نفسه وتايق الا وقعت له شي حاجه برا هذيك الام غادي تكون من وراء ديالو والاب ديالو غيكون من وراء ديالو نهار اللي كيشوف الام ديالو كتهلكو عصا وكتعطيه الكلام اللي هو خايف واخا كيخرج من الزنقه وكيضربوه كيسكت يمك ومعيطه لك على الظن جا شي واحد من الزنقه وعمل لك فانت هنا كتقبله واحد زائد واحد جوج جوج زائد واحد ثلاثه ثلاثه زائد واحد اربعه أربعة زائد واحد خمسة يعني حتى كيكبر من هذا كيكبر كتبقى ديك الثورة الداخلية اللي الإنسان كيبغي كيوقع له اضطرابات فكيبغي ينفجر في المجتمع إذا الثقة بالنفس خصو من الناس اللي قاسي معنا يعرفوا بأنها أحد أركان شخصية الطفل الأساسية نهار اللي الشخصية كتمشي الثقة بالنفس الطفل كتمشي الطفل صافي مشى هذاك الطفل ما عمرنا غادي نقدروا نردوها له بسهوله وهذا الثقه بالنفس كتغرس في السنوات الاولى للطفل علاش كنقول لكم حاولوا على الكلام حاولوا الا كانوا الوليدات بزاف حاولوا ذاك الكبير ما تشقلوش يعني الراس ديالو بصداع حاولوا دائما درجوا شويش حاولوا عملوا عمليه تنفس انا منين نعيا ونشوف الصداع بزاف بين الاولاد نخرج للبالكون نعمل في يدي واحد شويش ديال الزيت ها ونتنفس ونعمل على يدي هيدا ونعمل شويه الحركات يعني ديك الطاقه الشحن اللي شحناها انا بانني عييت نحاول نخرجها برا من الزنقه البركو برا ماشي قدامهم برا برا نحل الطاقه ونخرج عوقي برا فاطمه حل الطاقه خرج راسك برا ها شم طلع النفس ها غير هكذا طلع النفس خمسه دقائق غتحس براسك مشي اختي رجع للكوزينه طرد الحبه السوداء يكون عندك كب في يدك اعمل في دقمك طقطق الحبه السوداء غتحس بواحد الراحه غتحس بالراحه جوج حوايج وليدات بزاف صداع ضيقت هذا كيغوت هذا كيجري عييت فتح الطاقه خرج طاقه خرج عنقي عنقي خرج عنقك العائله خرج عنقك عاد تكون طبقه 15 ولا تخرج عنقك وضبط انت تقول وحنا نقلت لكم الا كنقول لك خرج عنقك يعني راه هكذا هاد الناس ما نعرف هاد الناس يمشيو يعملوا لي شي مصيبه تسمى حنا نقلت لهم عملت تنفس في الهواء الطلق لبرا
5 دقائق ارجع سيري الكوزينه، الحبه السوداء كما هي عامله في يدك وكولها، معلقه حشيها في طقمك. يعني حاولوا هذه الطريقه، هذه هذا النوع اللي الانسان كيحصل على الاستقرار مباشره، يعني الهدوء مباشره. اذا حنا قلنا خصها تعرف المراه نهار اللي كتحمل مسؤوليه الطفل عنده 6 سنين باخواته صغارين، راه نهار اللي كيتزوج هذا الاب ما كيكونش مسؤول على ولاده. هذا الاب النهار اللي كينزاد له الطفل الاول ما خصوش يسمع حتى داك الزوي ديال الولد، كيقول للزوجه ديالو انا ما بغيتش نسمع الزوي، انا خدام. هو ماشي خدام، هو داكشي عنده في الدماغ ديالو كيرجع له الذاكره، كيحقد على ديك الحاله، كتشوفو كيغوت كيشعط. الزوجه كتقول ويلي، الزوجه فرحانه لان صبحت ام، ولكن الاب مسكين واك عباد الله، واك واك الاب مسكين كيعاني معاناه الداخل ديالو، ولكن حتى هو ما عارفش شنو وقع له. السي محمد هذيك يمك، يمك ملي كنت صغير عطيك 6 7 من مورا كاس كتفع فيهم، ها اللي درفدو، ها اللي دهزو، ها اللي غسلو، ها اللي تهبط له القمول، ها اللي قتل له الصايب، ها اللي دفعو. يمك هذيك هي اللي عملتك هذه المصيبه هذه. ودابا حاول تخرج تنسي عنقك بالطاقه واعمل التنفس ورجع للحبه السوداء، الا ما خصك لا طبيب نفسي ولا والو، على الاقل الاستقرار، وحاول تغير من السلوك، لان شي عملوه لك الاباء ما يمكنش تعاودوا على ولادك. هادو ما عندهم حتى شي دم، الطفل عنده ما يبكي، الطفل عنده ما يغوت، الطفل عنده ما يكون باسل، هذا هو الطفل. لان اصلا الطفل ما كيكونش عنده التركيز وما عندوش القياده وما عندوش اخذ القرار، كيكون يعني عنده المزاج مختلط، مره جالس مره هادئ مره ايبر اكتيف مره كيجري مره خصو يلعب مره، هذا هو الطفل باقي كيتكون. اذا هنا نسينا سي محمد اللي عشتي في هذه القصه، هذه هذه القصه هذه اللي خصك تعاودها، وخصكم تكتبوا كتب على هذا الشيء اللي كنقول لكم انا، لان في الحقيقه هذو قصص واقعيه الناس وقع لهم. خرج السي محمد تنسي عنقك من الطاقه، عمل تنفس مزيان ورجع للحبه السوداء، هذا هو الحل بقالك. فهمتوا؟ اذا بعض الزوجات عندنا كيعانيو كتقول لك الراجل ملي نزاد لي الولد تغير عليا، ماشي تغير عليك، الراجل عنده مشكل اصلا، حتى هو ما عرفش، ما عرفش بان الصغر ديالو عانى في الصغر ديالو. هو دابا سحب له ملي كبر. حنا دابا ملي كنكبروا كيقولنا عقلنا داك الطفل، ديك الطفوله نسيناها، هذيك الطفوله ما عمرها كتمشي. الطفل الصغير حنان في هذيك الطفله الصغيره الى حد الان، ولكن الحمد لله، انا اقول الحمد لله، لان كاين الله سبحانه وتعالى خلى بعض يكونوا محظوظين. فهمتوا؟ خلى بعض يكونوا محظوظين. اذا هادو النصائح اللي كنعطيهم للام ملي كيكونوا الوليدات، قلنا خصنا نغرسوا لهم الثقه بالنفس، والثقه في النفس كتكون من البدايه السنوات الاولى وليس عند حتى الانسان ملي كيكبر. هذا و غنكلفوهم، فعلا خصنا نكلفوهم بعض الاعمال اللي خصهم يقوموا بها، ولكن الاعمال اللي تكون بسيطه وفي يعني على القدرات ديالهم. مثلا غيعدل الكما ديالو مول 6 سنين 7 سنين غيطلق صبانه، واخا يطلقها ماشي مزيانه ماشي مشكل، من بعد اجي عدله، ولكن ما تعطيهش يعدل ديالو وتخاه 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 وتخاه، لا، هادوك الدور ديالك. ما نعلموش الوليدات بهالطريقه، سواء ولد سواء بنت. عنده 6 سنين بدينا كندخلوا معاه، لان 7 سنين خصنا صافي نبداو نوجهوهم، ولكن ماشي غادي نوجهوه هو على البيت كامل، كنوجهوه هو شخصيا. هذاك مول 4 سنين انا اللي خصني نقوم بالدور، هذاك مول 3 سنين انا اللي خصني نقوم بالدور، وهذاك مول عامين انا اللي خصني نقوم بالدور. هذيك الام اللي كتجبر الطفل الصغير عنده عام كتعيط من بنتها عندها 6 سنين زول لي كوش نختك، لا، راه هادشي راه اللي كتقوموا به هادو ماشي اعمال انسانيه، وهادو راه اخطاء. انتينا الام، انتينا اللي عندك العقل، اللي كتاخذ عندك القياده، كيفاش تمشي عندك العقل، كيفاش كتفكر، كيفاش كتعطي لواحد البنت عندها 6 سنين هي بيدها باقي خصك تعلمها كيفاش تنظف، يعني تنظف الفضلات ديالها، وانت كتحملها واحد المسؤوليه. اذا هذه كيفاش غادي تولد وغادي تربينا؟ اش غادي تربي هذه مسكينه؟ اش غادي تربي هذه؟ شنو غادي تربي هذه؟ شنو غادي تربي هذه؟ كارثه عا، مش مزلوها في المجتمع، ونشوفوا لمن عاود نعطيوها شي حاجه ولا شي واحد، ما نعرف لمن غادي نعطيوها، نتكيوها عاود فين تكيوها؟ ما كاين غير تكي عليا نتكي عليك، المجتمع ده تسكي.
كي غتفكي عليا نفكي عليك. بلعت جري والكعبه وخصكم الاولاد واللي تشوفكم كنعملوا هاد بلعت الاولاد قول له عقله هنا مبات، ومنين تجي تشوف راه طايح كثر من نايط. اذا حنا البنت عندها 6 سنين ولا عندها 7 سنين ولا الولد عنده 5 سنين 6 سنين 7 سنين ما كنعطيوهاش يزول لك واش نخواتهم، هذاك ماشي الدور ديالو، هذاك الدور ديالك انت والاب جوج بكم ماشي الولد. الولد كنبداو نعلموه الاشياء الشخصيه ديالو هو، كيبدا يتمرن عليها، عاوننا كيجي هذاك 5 سنين كيوصل داك السن عاود اللي فيه كيتمرن على الاشياء ديالو هو. اخر اللي باقين هذاك شغلك، عيتي مشكلتك، عيطني يماك، عيط نختك، عيط نعقوسك، عيط نلوسك. علاش الاسلام ديالنا قلنا العلاقات الاجتماعيه تيبقاو مزيانين؟ انتوما لا، انتوما القباحه كنعطيوها قتله والسم، السم ما السم، مراسخك عامله هكذا عند بلا صافي طلعه في السما، لوستك عامله هكذا، عقوسك عامله هكذا، اختك عامله، سمحوا لي، اختك عامله هكذا. لان ملي كتكون العلاقات الاجتماعيه واخا الا عملنا الاطفال بزاف عندنا على الاقل عندنا واحد شويه ديال التنفس، واحد النهار في السيمانه غتجي اختي، واحد النهار في السيمانه غتجي هذا، اذا على الاقل 3 ايام 4 ايام في السيمانه عندنا شي واحد اللي كيجي عندنا واخا يقبط معنا غلغه كنبدلوا الحوار وداك الشيء. اذا المشكل هو ان كنهرسوا العلاقات الاجتماعيه ديالنا بيننا وبين العائله، اقبح شيء هو هذا، هما العلاقة الاجتماعية بين الأسر، يعني أسرة الزوج وأسرة الزوجة علاقة منقصرة، هذا هو الدمار الشامل. وعاد زيدها بالولاد ولو دعم الواحد راك غادي تحتاج المساعدة، ولو دعم الطفل واحد غادي تحتاج المساعدة. فخليكم راقين، الفم اللي غيقول الزمار حاول يقول التمر، دائما الضحكة والابتسامة. اذا منا كتحصلوا كتبقاو حاصلين نتوما في المعركه ساعه كتبقاو منا كتوغلوا، لان نتوما في الحقيقه ماشي كتحصلوا بصبلك وانتوما كتحصلوا، باقي بنادم يحصل يجبر شي مسلك نتوما كتوغلوا. عرفتوا شنو هو الوغل؟ تصور داك الحبل الا تلوى لك على رجلك وعلى راسك وعلى يدك وعلى هذا، ما عندك منين تخرج، ما عندك منين تخرج الا ما جاش شي واحد يفسخ لك داك الحبل، انت ما عندك منين تخرج. اذا منا كتوغلوا بالعربيه ديالنا حنا باش نعرفوا هاد اللهجه ديالنا، منا كنوغلوا كنرفضوا الضغط على ولادنا، كنرجعوا لهذاك الكبير اللي عنده كنبداو بالهراوه باش كنديسكارغا. علاش؟ لان هذيك الطاقه شحنا بالطاقه السلبيه، فحنا كنحاولوا فاش نخرجوها كنخرجوها في العصا وفي الضرب في الكلام الساقط. وانا اختي نحل الطاقه نجبدها هكذا ونخرج عنقي من الطاقه ونعمل عمليه التنفس ونعمل سيدي نزيد نعمل زيت مزيوز ونمشي ناكل الحبه السوداء احسن شيء. من بين الاشياء اللي خصنا نردوا لهم البال، هادو نقط جد مهمه. اي وحده كتسمعني الله يجازيها بخير، حاولي بدلي السلوك ديالك مع وليداتك. الا عندك هاد النقط هادي، الا عندك وليدات بزاف وكتحس براسك مهكه الطاقه وتنفس من الطاقه، ماشي مجال عند الطاقه، خلي الهواء يدخل، طاقه الهواء، ما تستعملش طاقه الضرب، ما تستعملش طاقه الشتم، حاول تستعمل واستفيدي، فيدي واستفيدي من طاقه الهواء. سمعتيني؟ فيدي واستفيدي من طاقة الهواء، يعني كنتنفسو كنعملو عملية تنفس ونفس الوقت كناكلو الحبة السوداء، وكنتفرقو على الوليدات، الوليدات ما كنضربوهمش، الوليدات خصنا نعززو لهم الثقة في النفس. الثقة في النفس ماشي مسألة الفلوس ولا من مسألة الفقر، الفقر يقدر يعيش ابنو برانس أمير بالكلام الجميل. والله قسما بالله شفتو الوليدات راهم كيكبرو راه ما كيبقوش يعاتبو والديهم على حسب اللباس أو الأكل، قد ما كيعاتب والديهم على الحقد اللي ربوا فيهم او البغض او الفرزيات اللي كيعملوا بينهم وبين اخواتهم. راه الوليدات ما كيحل، لان الوليدات ما كيعطوش قبل الاكل واللباس، يلبسوا اللي قال لهم عقلهم ما على بالهمش، خصوصا في واحد السن باقين صغارين. اذا هنا كذلك انتقادات، بعض المرات اللي كتجبرنا كننتقدوا بزاف وليداتنا عليها، هنا ملي كنشوف انا في اللايف كاين غير انتقادات، الناس الصغار ما تنتقد، البناء ما كاينش. ما معنى انتقادات؟ هنا غادي نشرح من بعض الناس اللي جالسين معنا، الله يخليكم عملوا لي جيم صفحه. انتقادات هو اننا مجموعه والاغلبيه الساحقه اللي كنلاحظوها، الطفل ملي كيعمل شي حاجه مزيانه ما كنقولوا له حتى حاجه عليها، عادي. ملي كيعمل شي حاجه خطا
اه والعلم وقف، كنوضو حنا نغوتو ونسطعو، وعلاش عملتي هادي ولا لا. النهار اللي غادي يعمل شي حاجه مزيانه خصنا نقول له برافو، برافو عليك، احسنت، طيب، والله الا انت يعني ما كاينش في حالك. هو واخا كاين في حاله، حنا ما يهمناش، ولكن بالنسبه لنا عمل واحد العمل خصنا نشكروه عليه، باش كنشجعوه كنعزوا له الثقه في الناس، كنخليو له الا عنده شي حاجه مخبعه من داخل في الذهن ديالو ولا كيفكر فيها، لان الطفل دائما كيجيو هذاك اللي زيده يقدر يخرج الارض الواقع، ماشي حتى يعمل الحاجه قبيحه عاد نقولوا له حنايا ايوا علاش عملتي هذه. خصنا نهضروا معاه منين يعمل الحاجه مزيانه نشجعوه باش هو دائما يزيد القدام، ومنين يعمل الحاجه القبيحه خصنا نوجهوها ونقولوا له هذا الشيء، هذا الطريق اللي عملتيه ولا هذا الشيء اللي عملتيه ما كيتعدلش ولدنا، راه خصنا نعدلو هذه فعد تعدلها هكذا كتعدل هكذا. انا شرحت لك ونفضل ما تعاودش مره ثانيه، نتمنى ما تعاودش مره ثانيه، ونزيدو نقدروا نصبروا معاه حتى المره الثالثه اللي عاود نشوف نعملوا عقوبه الا شفنا انه كيبزت، لان الطفل ما كيعرفش حكي يتعلم. اي فعل صادر من الطفل فهو فعل يعني منين تعلمه باقي ما تعلم والو، هو عاد كيجرب، الطفل باقي عاد كيجرب. اذا اي حاجه صدرت منه سواء صحيحه سواء خطا خصك تركز له على الصحيح وخصك تركز له على الخطا، لانه هو عاد كيتعلم، هو اللي جاه راسو كيطلقو، اما كيتشوف من عندك اما كيتشوف من عند الاب ديالو، يعني كيشوف من البيئه اللي المحيط اللي هو فيه. اذا هنا باش تخليه يتعلم التربيه الصحيحه هو انه منين يعمل الحاجه صحيحه مباشره برافو عليك عملتي هذه مزيان احسنت، والا كانت شي حاجه خصك ما تزيد له عليها كتقول له، وكذلك نقدروا نعملوا له بهذا الشكل، ولكن هذا الشكل اللي عملتي انت بارع ممتاز. تبصوا يعني هنا دائما في النصيحه للولد، كي القوبه للولاد هنا، ما تبقاش تشبروا الولاد من هنا من الحناك ديالهم، ما تشبروش الولاد من الكوارع ديالهم، ما تشبروش الولاد يعني بديك الطريقه هذيك اللي هي طريقه بشعه. هذو هما النقط، يعني خليوا الولد دائما، البنت دائما هنا، هذه هي المكان يعني للقبل، يعني كتخلق واحد الثقه كبيره بينك وبين الولد، حب يعني بزاف الاشياء، واحد الرابطه كبيره. اذا ركزوا لهم على الايجابي وركزوا لهم على السلبي، ملي كيكون السلبي خصنا نوريو لهم، ماشي نقولوا لهم لا ولا نضربوهم وما نقولوا لهم والو، خصنا نقولوا لهم هذا العمل اللي عملتوه ماشي هو هذاك، ها شنو خصكم تعملوا، ونعطيهم الطريقه اللي خصهم يعملوها. نعم، إذا أنا كنقول لأي امرأة أنه لازم عليك تتحلى بالصبر، لأن باش نزرعوا السلوكات اللي هي مرغوبة فيها في نفس الطفل كتحتاج لواحد الوقت طويل، وكتحتاج المهارات، وكتحتاج يعني انطاقات وجهود الجهد العالي، يعني ماشي سهل. لأن علاش حنا عندنا واحد الطفل اللي هو كيتعلم، اللي هو باقي ما عرف حتى حاجة، ما جيب صفحة بيضاء، دابا حنا كنغرسوا له في الذهن ديالو الاشياء، الاشياء اللي خصو يبقى بها والاشياء اللي هي خصو يتقلع عليها، الا عملنا مثلا عن خطا فحنا خصنا نقلعوها له. اذا هنا كيتطلب من الام واحد المشقه كبيره، لان هنا هاد النوع ديال التربيه هي الجنه تحت اقدام الامهات، ماشي بطريقه اخرى جلس على الزون ونوض على الزون واجي الشرف واعطي نقاك ونزل انتينا وشبر لي في العيل ستيتو وجالس لي بداك الشيء ديالك، داك الشيء هذاك ما عندك لا جنه لا والو، خصك دابز مع خواتك ودعم الصف وتشوف القران، من غايجيو الملائكه وصفان صفان، وما غي ما غيهضر حتى واحد الا من اذن له الرحمن، غادي وقف مع خواتك الحبيبه ديالي حتى تسنى الفيله ديالك وتشوف راسك غادي تزيد، مابقاش تكذب على راسك، القران واضح، القران الجن، القران ما يعطيكش الجنه هباء منثورا لانك انك ام، هذه ما يكونش عندك، تكون عندك يعني هذا الاخطاء يكون عندنا في الراس ديالنا، الجنه راه خصنا نخدموا عليها، والتربيه الاولاد فعلا عندنا موراها الجنه، ولكن التربيه اللي هي صحيحه، التربيه اللي هي على الاخلاق، اللي هي على العطاء، اللي هي على الحب، اللي هي غنقلوا يعني واحد الطفل يعني بكل الصور. اما اللي غولد ونزل وزاد ويجي يقول لي الجنه تحت اقدام الامهات، وانا كنظن عندك خلل في القراءه في القران. نعم، اذا هنا قلنا اذا طاقه كبيره ومجهودات يعني ومشقه كبيره، هذه اي ام خصها تعرفها، خصها تحس بالتعب، خصها تحس بانها تعبت هنا باش تعرف انها كتقوم بواحد الدور ديال الامومه والتربيه الصحيحه. دائما غادي تحاول تشارك ولدك وليداتك في الالعاب، يعني اي لعبه، وانت ما غادي تبقاش نهار كامل كتلعب معاهم، ولكن غير ربع ساعه تدخل معاهم في اللعب، مثلا كشكاش، كيلعبوا الخضريس مثلا، وبالاحسن تلعب معاهم دائما، وما تمرش عليهم دور انك الحكم يعني ولا الموجه، عمل هذه زول هذه نزل هذه، بالعكس خصك تهبط انت عنده كطفله،
تعمل راسك انت ما كتفهمش، ضغط حتى انت نود عمل هيدا يعمل بيدك بانك خطيتي. ماشي لا هادي ماشي هيدا هادي انا غلبتك. وبعد الامهات كتجبرهم كنقولوا لهم لعبوا مع هذا، في الاخر كتجري هي الاولى خصها تسبق باش تغلب. ايوا هذا ماشي اللعب هذا، باش تنط حالك وتقول انت غلبتيه باش زعما صافي. وهنا الطفل كتحبطوا ديك الساعه. كاين بعض الاباء كنقولوا لهم لعبوا مع وليداتكم، قوه داك السم وداك الشيء اللي عندهم داخل دغيا 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 كيقول صافي غلبتك نوض جماعه جماعه الكارطه ولا جماعه شي صافي انا غلبتك نو نو ما غنلعبش معك صافي. وهنايا الاحسن ما تلعبش مع الولد، راسك كتخلي النفسيه ديال الولد ولدي اسيدي كتحبطوا مره واحده، كتخلي بعدم الثقه ما عمره باقي يلعب لا مع صحابو ولا حتى مع شي واحد. الا جا غا تمرين بسيط في القسم من اللعب مثلا كيشاركوا بعض الالعاب كتكون الالعاب يعني بالجروب وداكشي، هو الاخر باش يهضر حتى يهضروا كاملين عاد يقدر يهضر هو، لان خوفه لان عارف راسو فاشل في اللعب. الاب عطاه كلمه خلاه تلعب على حياته كامله. حاولوا نعملوا شي بالصفحه. اذا قلنا غنشاركوا الاولاد ديالنا في الالعاب، ما غنبقاوش حنا في ساعات ولكن على الاقل بالالعاب، وما غادي نحاولوش نعملوا عليهم الدور ديال الحكم او الموجه يعني، ونحاولوا نكملوا بسرعه ونغلبوهم باش نكملوا ما نلعبوش معاهم. بالعكس حتى حنا خصنا نحاولوا نخسروا بالعاني، واخا حنا عارفين نحاولوا نخسروا نحاولوا نعملوا راسنا حتى حنا كنتعصبوا يعني، خصنا نغلبوا باش كتشجعوهم على هذا باش يحسوا بانكم فعلا انكم حتى نتوما اصدقاء بالنسبه ليهم. ماشي هنا كتنزل ملي كنشاركوهم في اللعب، هنا كتنزل مرتبه الاب مرتبه الصديق انك كتشاركوا في اللعب، خصوصا الاباء اللي ما كيبغوش ولادهم يخرجوا للزنقه باش يفتحوا على اصدقاء يلعبوا معاهم. وكن انت صديق بالنسبه للطفل باش ما يقلبش على باش ما يقلبش على اصدقاء برا. دائما حاولوا تشجعوهم تبينوا لهم الحماس، تبينوا لهم الحماس في الحياه، عند الصباح منين يقوموا الطريقة صباح الخير، الضحكه والابتسامه، نعلموا لهم الخصال ديالنا، البسمله يعني عند الدخول وعند الخروج للبيت، نعلموهم البسمله على الاكل، غسل اليدين عند الاكل، هادوم اشياء منين تنزل منين يجي الطيفر نعاون نعملوا معاهم باش نشاركوا معاهم يديهم المعلقات ينزلوهم، اشياء بسيطه. ولكن دائما حتى الدين خصنا نعلموهم له ماشي بطريقه نجلسو نقولو اجلس بحال كانوا كيعملوا لنا قبل، ها صوره الواقعه الا جيتو ما جبرتكش حفظتها باش نزل عليك بالعكاز. لا انا قبل ما نعطيه يحفظ صوره الواقعه غنحاول نلخص صوره الواقعه شنو فيها شنو وقع فيها وشنو هما هذاك الصوره علاش نزلوا، نعطيها له بطريقه مبسطه. من بعد عندنا ملي غيجي يحفظها غتبقى له سهله لانه هو عارف شنو كيحفظ. مخير فينا هنا كلشي قاس وصل حتى للباك، شحال صوره حفظنا الرحمن الواقعه، كاين شي واحد حفظها دابا؟ حتى واحد ما حفظها، مشات كامله لان حفظناها غير بالهراوه. الحاجه كتحفظ بالهراوه كتمشي مع الهراوه. عبد الله يهدي هاد الناس هادوم، زعما غدا يوم القيامه راه غيكون واحد الشريط، ما عرفتش انا الشريط كيفاش غيكون داك الناس هادوك بعدا، لان ضيعوا الوقت الناس، ضحكوا على الناس، ضربوهم، تعدوا عليهم، وفي الاخر ما كاين والو. وهادشي هذا الهبل هذا. يعني التعليم اللي انا عطيتيني مقرر فيه صور مثلا وطويله، لان الرحمن صوره القمر صوره الواقعه، المخير نجيبو دابا ونوقفو ويكون كمل غير واحد 4 سنين هادي كمل القرايه ديالو، ونقول له عاود صوره الرحمن حفظها لي، نقول لي ما بقيتش عاقل. علاش ما بقاش عاقل؟ لان حفظها بالدق، ما حفظهاش بالفهم، هذا هو المشكل. كنحفظوا اشياء وحنا ما فاهميناش بحال هكا البابايوس غير كنعاودو عاو 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 صافي. ملي كيتكمل كيتكمل لان الدق عليها حفظنا، ملي كيتقاد الدق وكنكبروا قد راسنا صافي كنطلقوا داكشي كامل بطبيعه الحال. ها المشكل فين؟ شفتوا المشكل فينو؟ اذا هنا خصنا نردوا بالنا. حتى القران مثلا الحمد لله باش نعلموها لولادنا، نحاولوا نشوفوا الشرح ديالها المزيان ونعطيو الشرح ديالها الاول بطريقتنا اي لغه ماشي مشكل، وعاد نرجعوا كل نهار يعني آية من الصورة. الحمد لله رب العالمين اليوم غدا أو بعده، نعمل نهار إيه ونهار لا، يعني غندخلوا الدين بواحد الطريقة. حتى الدين خصو يتعلم بطريقة حب، طريقة شغف وحب وعشق للدين، ماشي بطريقة يعني أننا نعلم وليدتنا بطريقة أن نزل يدك إلا ما حفظتي شي زداف 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 ونزل عليك على الراس ونزل في الاخر كتبقى يعني ما عارف راسك حتى فين. مع المرة كيبدا كيبدا يكبر من هنا كيقول بصح هاد الدنيا
كاين الاخيره وكاين هادشي، ولا هادشي ما هو شي؟ شحال من واحد كتوقع له هادي؟ واش كاين ولا ما كاينش؟ اخر كيصلي 5 مرات في النهار، كيجي داك الشيطان كيقول له هادشي واقيلا ما كاين والو، كيقول له واش كاين؟ عاود كيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسلام هذا العقيده فيها الشك. هنا يعني الا ما فهمناش خصنا نفهمه هو اللوني عاد نحفظه.